المهرجان كالعاده متالق مش بس على الريد كاربت بس بالافلام المهمه وبالمشاريع اللي في سيناجونا بلاتفورم المهمه اللي بنساعد تتقدم لقدام وتاخد الدعم الممتاز والمناسب ليها. انا النهارده مع ورشه سرد ومع ريم نعوم وكمان عندي فيلم كبروديوسر كباتن الزعتري كان العرض الاول ليه في الوطن العربي ومصر من خلال الجونه، فانا مبسوطه جدا.